بما انه احنا قاعدين نصور اغرب الاكلات في اسطنبول لازم ناكل من هذا. This is a chicken breast flavored pudding. What's up يا جماعة؟ كيف انتو؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين. احنا مشهورين كتير بانه احنا بناكل الـ unusual cuts تبعين الحيوانات، يعني زي الخصاوي، الكلاوي، الامعاء، اللسان، الوجه، العيون، ما شاء الله علينا كل شيء بناكل احنا. واسطنبول هي ممكن انها تكون احسن الاماكن اللي ممكن تاكلوا فيها هاي الاشياء. ففي هذا الفيديو زي ما شفتوا في العنوان راح يكون عن هاي الاكلات مع ضيف عمره بحياته ما اكل هذا الاكل، فحبيت اخذه معي في هذا الفيديو واشوف شو راح تكون ردة فعله على هاي الاكلات، وانتوا راح تشوفوا في هذا الفيديو. Let's go. وصلنا هلا على المحل الاول، سندويشة امعاء الخروف بسموها هون الكوكروتش. راح اشرح لاول شيء السندويشه عشان نشوف شو بتفعله. So this is basically lamb intestines mixed with vegetables, which is pepper, tomato, I think there's a bit of corn in there, oregano, some sumac, some salt and pepper. Simple as that. Right? Shall we try? Smells good. Let's do it. طبعا عشان نكون بالصورة أنا أول مرة برضو باكل هاي السندويشة فإحنا الاثنين مع بعض. Right? Cheese. It's actually pretty good. Good, isn't tasty. It? Yeah. But this is actually really nice. It's really tasty. And the texture's not too bad. I thought it was going to be a weird texture. But it's not. I think because it's chopped really small. Okay. خلصنا الوجبة الأولى. وهلا راح نروح على اللي بعده. خليكم لتحضروا الفيديو للآخر لأن المفاجأة في الحلو. محضر له مفاجأة بنت كلب. يلا نروح اللي بعده. وصلنا على المحل اللي بعده، سرداني مهمد، واحد من اشهر المحلات اللي بيعمل الاكلات المش طبيعيه، اللي هي زي مثلا هاي الشوربه. هاي الشوربه فيها كل شيء، عيون، خصاوي، لسان، كل شيء. فيعني هلا كل ما له عم التحدي عم بصعب قاعد بالنسبه له عشان نشوف رده فعله. I like it. It's fucking delicious. It's very garlic. Meat. I don't want to know what it is. But I like it. لا بقيت العدة وصلت. هاي الممبار انا حديت هلا مش عارف شو هذا، بس منظره كثير مضحك. انا جدا مبسوط يا جماعه، جدا جدا مبسوط. انا كثير بحب هذا الاكل. Jordan, let me teach you how we do the soup in the region. Grab it and then you just my friend. No. هاي هيك سندويشة. امسك. 3, 2, 1, cheers. And this will never happen again. It's not as bad as it looks. It's actually quite nice. Yeah. It just feels so weird. I mean, pick it up. Can't wait to show my mom this. She's not hungry ever. اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا انتم عمركم اكلتوا هذا الاكل، واذا عندكم استعداد تجربوه او لا. انا بهمني اعرف الناس اللي بتتابعوني اذا بحبوا هذا النوع من الاكل او لا، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات. انا صراحه كثير ماي نمبر 1 السوق. كثير حبيت الشوربه هاي اللي فيها كل شيء لانه فيها مفاجآت، انت ما بتعرف شو بتاكل عادي. You don't know what you eat. It's full of surprises. Yeah, it's very surprising. That's good though. It's better than a fork. Much better than a fork. Okay, الحديد هذا أنا مبسوط في اللي عم بصير، يعني هو عم باكل وعم بجرب مش خايف، بخاف من شوية شغلات بعدين بجربها باكلها بطلع زاكية. فزي ما حكيت لكم المفاجأة في الحلو، هو لسه ما بيعرف شو راح يوصلوا على الحلو، فخليكم معنا ويلا نروح على اللي بعده. وصلنا على المحل قبل الأخير، تخافوش قربنا نخلص. هذا المحل له اكثر من 45 سنة، هلا هو بيحكي لي الزلمة يعني هم جنريشن افتر جنريشن، والشخص اللي كان موجود هلا هو الجيل الرابع من العيلة والتقاليد هاي، وعم بيعملوا نفس الإشي من 45 سنة، بجيبوا الراس بيغلوه بطريقة معينة، بعدين بفكفكوه فكفكة، بضل عندكم العين واللسان والخدود، خلينا ندوق. It's kind of what I was expecting, actually. Yeah. It reminds me of like when we cook like a lamb, and you have like leftovers, and you get like quite the, like the fatty bits, and it's cold. Yeah. So like you put it in the fridge to keep it. It's good. It's nice. I like it. I like the onion and the parsley. Yeah. I like the simplicity of it. Yeah. Same. الأكلة كتير بسيطة. الوجه مع بصل
وبقدونس وشوية بهارات اللي هي الزعتر الفارسي، بابريكا وملح وبس. هلأ للحظة اللي أنا مستنيها واللي هي الحلو. Let's go. يلا يلا just يلا. وصلنا هلا على المحل الاخير. طبعا هو ما بعرف انه راح يطلب وما خليتوش يطلع على المنيو، فهلا انا راح اطلب وراح نشوف ردة فعله مع بعض كيف وش راح يصير لما اقول له شو طلبنا. يلا 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 يلا. كثير متحمس لهذا الموضوع. هو مش متحمس. You're not excited. I don't know what's gonna happen. All right, no question. Excited, scared. Two Ajik Chai. Took the shakur drum. Told you what we eat. Yeah. Okay. The shakur drum. العروس وصلت. Okay, راح احكي له هلا شيء بالانجليزي عشان نشوف ردة فعله مع بعض. Okay, my friend, look at the camera. I'm gonna tell you what this is. This is a chicken breast flavored pudding. I'm serious. I'll show it to you at the end. Chicken flavored. Oh man, why? I like chicken breast and I like pudding, but I don't think I'm gonna like this. بما انه احنا قاعدين نصور اغرب الاكلات في اسطنبول، لازم ناكل من هذا. Ready? Yeah. Steady? I guess so. Let's do it. الطعم غريب. I can't get my head around it. It's weird. It's weird, but it's not nice. It's nice. That doesn't look happy. It doesn't. I really like it. The sugar and the cinnamon flavor hits you, and then after that, there's a weird thing in my mouth right now. I don't want to like it, but I do. It's as you say, the sugar hits you, and then as you bite down on it, you start taking some chicken. Yeah. And you're like, oh, okay, it's gonna get weird. But it's not salty. Yeah. I'm gonna get sweet again. Yeah. And then the aftertaste is nice. Nah, the aftertaste for me is not, it's not doing it. Really? No. Hey, نكون وصلنا لآخر الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو، انزلوا تحت اضغطوا على زر اللايك، شاركوا هذا الفيديو بين أصحابكم، واشتركوا في القناة إذا لسه مش مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وضيفونا على الفيسبوك والإنستغرام، راح أحط لكم الروابط تحت في صندوق الوصف، وديروا بالكم على حالكم، ونراكم في الفيديو القادم. سلام. سلام. The amount of pictures we can shoot with that. It's quite a good thing.